ايه اللي حابب تشيله من البروفايل وايه اللي حابب تضيفه؟ احنا ما لا ولا حاجه عايز اضيفها ولا عايز حاجه سوري اشيلها بما فيها حتى راي رامي. كل وجهات النظر دي حمل الاوجه، يعني لازم حد يبقى شايفني كده وحد يبقى شايفني كده، وفي ناس شايفيني مخرج متواضع وفي ناس شايفيني مخرج عظيم وفي ناس شايفيني سياسي اكتر منه فنان وفي ناس كده شايفيني فنان اكتر منه سياسي، في ناس شايفين خساره فادحه للفن ان انا، وفي ناس يقول لك يا عم ما هو غار، يعني ما فيش حاجه متفق عليها. انت كل الاراء دي قريتها؟ كل الاراء دي اصلا انا طول عمري حتى في النقد السينمائي عمري ما اختلفت مع ناقد انتقد افلامي او ما عجبتش افلامي على الاطلاق، بل يبقى مقطع الفيلم وقابله بعدها اخده بالحضن واصحابه واتكلم معاه عادي جدا، وكلهم بيندهشوا من الحكايه دي. هل انت فعلا ما بتتأثر بجد ما بتتأثرش؟ عندي شهاده عايز اوريها لحضرتك. اتفضل. اتفضل. عودة خالد يوسف للسينما مرة أخرى على قدر كبير من الصعوبة على مستويات كتير. أولاً ممارسة الفن السينمائي وممارسة الفن بشكل عام بتحتاج ممارسة مستمرة للحفاظ على اللياقة الفنية والحفاظ على اللياقة الإبداعية، وده مفتقد في رأيي أنا بالنسبة لشخصية انخرطت تماماً خلال السنوات السابقة كلياً وجزئياً في معترك السياسة، وقت كمان في حراك سياسي ضخم يجب أن يتعرف على جمهوره الجديد الذي لم يعد نفس جمهوره الذي كان يشاهد أفلامه قبل 2011. شايف أنه كمان محتاج أنه يحسسنا أنه متابع تيارات السينما الجديدة. إيه اللي خلاك تبعد عن الإخراج السينمائي من 2011 لحد دلوقتي؟ طب أنا قبل ما أجاوبك، فضل كلامه صحيح 100%، مش هو يبدو انه بيهاجمني بس هو كلامه صحيح 100%، وانا يمكن قلت لك الكلام ده قبل، انه فكره ابتعادك لازم اللياقه بتاعتك تبقى درجه. انا بهزر كده مع محمد العدل مره، قلت له ما تشوف لي مخرج جديد كده انزل اتدرب معاه اشوف الحكايه ايه، وقعد يضحك. ايه اللي عملته طب عشان تستعيد لياقتك السينمائيه؟ بص هقول لك حاجه، انا اولا اقل سينمائي في العالم بيتفرج على افلام، وده شيء غريب ومستهجن ومستنكر ومش صح. مش صح، انا بقول لك انا، لكن هي دي طبيعتي انا، حاله ما توافقي عليها ما توافقيش عليها انا بطلع اللي انا نفسي اطلعه، اللي انا اللي خيالي بيروح له، وبالطريقه بتاعتي بما ربنا اتاني من موهبه صغيره او كبيره وامضي. يبقى الاستاذ رامي عنده حق ان انت السينما مش شغفك الاساسي. لا السينما شغفي الاساسي، لكن السينما نوع السينما اللي هو بيتكلم عنها هي دي اللي ممكن تكون عندي خلاف معاها. انا السينما شغفي الاساسي عندما تكون مرتبطه بالناس، ما هياش شغفي من حيث هي فن وفقط ونقطه. بين سينما داوود عبد السيد ويسري نصر الله ايه اللي بتفضله؟ اميل لسينما داوود، لان داوود عنده اسئله فلسفيه كثيره، هو اقرب على فكره من مخرج لمفكر سينمائي أكثر منه مخرج سينمائي، فطبيعة الأفكار الوجودية والكونية وعن النفس البشرية اللي بيطرحها هذا الرجل في أفلامه جديرة بالتوقف والتأمل.